السلطة الخضراء فوائدها بتكون كتير جدا، ولكن للأسف مش كلنا بنحبها. هقولكوا في الفيديو دوت عن طريقة سهلة جدا اللي احنا نقدر نعمل بيها السلطة ونسيبها في التلاجة لمدة أسبوع من غير ما يحصل لها حاجة، وفي نفس الوقت نقدر اللي احنا نستفيد من فوائدها كلها. فلو احنا ما عندناش الخضار اللي انا هقوله لكم عليه دلوقتي في الفيديو مش مشكلة، بس اهم حاجة اللي يكون موجود معانا العناصر الغذائية الكاملة. طبعا اول حاجة بنجيب بصلة وبنقطعها صغير. البصل طبعا مفيد لصحة الامعاء وتحسين من الدورة الدموية والحد من الجلطات بعد الشر عليكم، وعلشان كده ياريت اللي احنا منستغناش عن البصل لما بنيجي نعمل السلطة بتاعتنا، بحيث اللي احنا نقدر نستفيد من كل الفوائد. تبل البصلة بفلفل اسود عشان الاكسدة، وكمون عشان الامعاء، وشوية سماء ده مفيد جدا برضو للامعاء، وشوية خل ابيض عشان مضاد للبكتيريا، وشوية مية عشان نحفظ فيهم البصل. بنخلطهم وبنحطهم في التلاجة او نغطيهم طبعا عشان يتأكسدش او ياخد من طعم اي حاجة موجودة في التلاجة. نجيب الطماطم حوالي 4 طماطميات، والطماطم طبعا بتكون مفيدة جدا، بيكون فيها فيتامين سي والبوتاسيوم وغير كمان حمض الفوليك، وانها مفيدة جدا للبشرة خصوصا للبنات. الفلفل الاحمر هنجيبه ونقطعه كده واحدة، بنشيل منها بس الحاجات البيضة لو احنا مش حابين طعمها. الفلفل الاحمر مفيد طبعا للمناعة والانيميا، وغير كمان ان هو بيقلل من السمنة. الفلفل الاصفر برضو نفس الفكرة، غير ان هو كمان بيزود المناعة وفيتامين سي. كل الفلافل اللي موجودة نقدر اللي احنا نستخدمها مفيش مشكلة. الخيار غير طبعا مفيد في الالياف والبوتاسيوم، وغير كمان ان هو بيساعد على خسارة الوزن، فنحتاج كمان اللي احنا نحط خيار في السلطة. جزرة نحطها في السلطة عشان كمان تزود من صحة عينينا والوقاية من امراض القلب، وسكر الدم تقدر ان هو كمان يظبطه. هناكل منه دلوقتي كمان، خصوصا اللي في فترة الامتحانات. ربنا معاكم. حتة كرنب ابيض كده كانت موجودة، ممكن نزودها في السلطة عشان برضو يزود كمان الفوائد، بوتاسيوم مغنيسيوم، ويظبط كمان ضغط الدم والمناعة، وفيتامين سي وكي عشان العظم. ونجيب بقى الكرنب الاحمر، نشيل بس منه العنقيد عشان مش بتبقى حلوة في الاكل بعد كده، وبنقطعهم كده شرايح صغيرة عشان كمان يزود لنا الالياف ويساعد كمان القولون انه يكون صحي اكتر، غير ان الكرنب غني بالفيتامينات والمعادن. الجرجير بيكون حلو قوي خصوصا في الصيف، بيكون ليه لسعة كده في السلطة بتدي طعم حلو، انه بيمنع تساقط الشعر. شبت وبقدونس ده حاجة اساسية طبعا في السلطة، بنشيل العنقيد من تحت متبقاش كويسة للهضم، وبنقطعها، بعتذر طبعا عن الفوكس اللي حصل هنا، وبنحطها بعد كده على السلطة، وبنقطعهم بس حتت صغيرة عشان تكون بس بالنسبة لنا. في ناس كتير ما بتحبش الشبت والبقدونس مع ان بيكون فيهم فوائد كتير جدا. الشبت بيكون فيه احماض دهنية، بيدي كمان نشاط ذهني للمخ، والبقدونس بيكون مفيد جدا للجهاز الهضمي والكبد، وبيقلل كمان من السكر في الدم وضغط الدم بيظبطه. هنحاول كده بعد كده نزوده في السلطة. نيجي بقى بعد كده نرص كل حاجة موجودة معانا على الطبق اللي احنا مفروض هنحفظه في التلاجة ونطلع منه كل يوم طبق. هنخلط كل الخضار اللي احنا قطعناه مع بعض ده، وهنزود بس عليهم شوية نعناع جاف وعصير ليمون عشان يحافظ على الحموضة بتاعة الخضار وما يبوظش مننا، غير كمان ان النعناع بيكون مفيد جدا ان هو بيقلل من الاكتئاب والتوتر. نزودوا نعناع يا جماعة في السلطة. ايه السر بقى اللي احنا نقدر نحافظ بيه على السلطة في وقت اطول في التلاجة من غير ما يحصل لها اي بوظان؟ الخضار بعد ما يتغسل كويس جدا بنسيبه ان هو ينشف تماما، وبعد كده بنقطعه زي ما قطعناه مع بعض، ونغطيها كده بفريش راب او شنطة بلاستيك ونقفلها كويس جدا. والبصل اللي احنا عملناه في اول الفيديو ده مش بنخلطه معاها، غير كل مرة لما بنيجي نقدم السلطة وهنيجي ناكلها مع الوجبة بتاعتنا نحط كده معلقة او معلقتين، حتى كمان على الاقل، ان مش بيكون فيه طعم البصل غالب على الخضار للسلطة. كتير مننا مش بيحب الطعم ده، وبالتالي برضو حافظنا على البصل ان هو محطوط في التلاجة متغطي، ما تأكسدش ولا فيه بكتيريا، والخضار يفضل طازة زي ما هو لحد اسبوع كامل. يبقى احنا كده هنتعب في يوم بس هنقطع فيه الخضار، ولكن باقي الاسبوع احنا كل يوم بناكل سلطة طازة ومفيدة وصحية جدا لينا كلنا. مستنيه رايكم في الكومنت، يا ريت تقولولي لو انتوا بتحبوا السلطه ولا لا، ولو ما بتحبوهاش هتبداوا اللي احنا ناكل سلطه مع بعض، وبالهنا والشفا على قلبكم.